بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد ازيكم يا أولى عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يا حبايبي رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله النهارده ان شاء الله هنشرح الدرس الثالث في الواحد الخمستاشر من كتاب بيت باي بيت وقبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد ونبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم 11 11 11, 11.

هدية معانا الهدية دي عبارة عن فلوس نقدية هنحولها على رقم فودافون كاش أو اتصالات كاش أو اورنج كاش اللي مش فاهم والده أو والدته هيعرفه طبعا المسابقة اللي يدخل من من طرفك هيقول أنا اسمي كذا وعرفت القناة عن طريق مين مسابقة يا حبايبي إن شاء الله هنعملها كل شهر حتى في نهاية العام الدراسي في الصيف يعني هتبقى برضو هتبقى برضو ليه? المسابقه شغاله كل شهر هتقول الناس اللي هتدخل على القناه وتعرف القناه عن طريقك هتكتب انا عرفت القناه عن طريق من واكتر واحد هيكسب معانا هنحاول له هديه ان شاء الله عن طريق ورافون كاش او موبونير كاش او اتصالات كاش

19 9 N I N E T E E N 19 20 20 T W E N T Y T W E N T Y تاني الارقام numbers numbers N U M B E R S ارقام numbers numbers N U M B E R S 11 11 12 12 12 12 13 13 14, 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19, 19 20 20 20 بعد كده بقول لي لست اند نمبر استمعوا رقم عندي اول صوره عندي 16 يعني 16 نمبر 6 الصوره الثانيه 14 نمبر 4 الصوره الثالثه 18 نمبر 8 بعد كده 19 نمبر 9 بعد كده 17 نمبر 7 بعد كده 20 نمبر 8 بعد كده 12 نمبر 2 بعد كده 11 نمبر 1 هو حلال هالي بعد كده 15 نمبر 5 بعد كده 13 نمبر 3 بعد كده بقول لي count draw and answer عد ورسم واجب نمبر 1

is 13 يعني سبعة زائد ستة تلتاشر نمبر فور فايف plus سكس از إليفن خمسة زائد ستة حداشر نمبر فايف تن فور از فورتين خمسة زائد أربعة عشرة زائد أربعة أربعتاشر نمبر 6 7 بلس 11 از 18 يعني سبعة ز... زائد حداشر بيساوي تمنتاشر بعد كده بقول لي ماتش A وز B وصل A ب B نمبر 1 13 يعني 13 بلتر B نمبر 2 20 بلتر D نمبر 3 11 بلتر اي نمبر فور سبنتين بلتر سي نمبر فايف فورتين بلتر اي نمبر تو بقول لي كاونت اند سيركل نمبر عد وضع دائرة حول الرقم الصحيح نمبر وانا عندي تولف يعني 12 يعني اتناشر نمبر تو نمبر سري

ايكوال يعني يساوي 11 نمبر 2 7 بلس 6 از 13 13 نمبر 3 8 بلس 8 16 يعني 16 نمبر 4 بقول لي كاونت عد طبعا هو عامل لي 11 انا بكتب له 12 13 14 بعد كده بكتب له خمستاشر وبعد كده ستاشر وبعد كده تمنتاشر وبعد كده توينتي وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من شرح الدرس الثالث في الواحدة الخمستاشر من كتاب بيت باي بيت ما تنسوش المسابقة اللي اتكلمنا عليها في أول الفيديو طبعا أي حد هيشترك من طرفك هيكتب أنا عرفت القناة عن طريق مين وأي واحد هي آخر واحد هيكسب أكتر واحد هيجمع ناس أو ناس هتكتب في التعليقات إن هو دخلنا القناة عن طريقه هيكسب معانا إن شاء الله في نهاية الشهر وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وأسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته